اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. كلنا عارفين ان مفيش بيت خالي من المشاكل، لكن للاسف الفتره الاخيره المشاكل زادت ونسب الطلاق زادت ولازم حل. ولما تسمع تفاصيل المشاكل وتشوفها تلاقيها كتير جدا بتكون بسيطه وتافهه، ويعني مش المشاكل اللي تؤدي للطلاق. ولما كده اتاملنا في اللي بيحصل في البيوت لقيت في سبب رئيسي ممكن نسميه تلاكيك. كل زوجين بيتلككوا لبعض، المشاكل بتتراكم من غير ما يحلوها لحد ما تكبر وتبقى زي النوايا اللي كسرت الزير. علشان كده الحل في خلق مهم جدا احنا مفتقدينه دلوقتي، هو التغافل بين الزوجين. يعني ايه تغافل؟ ازاي نطبقه؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ احمد الملكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ احمد. ربنا يخليك، ربنا يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. امين يا رب، ربنا يرزقنا الستر والصحه، وربنا يرزقك الستر والصحه يا رب يا شيخ احمد يا رب. امين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم، التغافل التغافل ده اصلا صفه جميله جدا، ولازم تبقى فينا حتى في حياتنا اليوميه مع الناس ومع اصحابنا، فما بالك بقى بين الزوجين. هيبقى حلو، كويس، ده تبقى مهمة قوي. عايزين نتكلم النهاردة ولا ايه؟ اقول انا الحلقة. خلينا نقول الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وانتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. لا شك أن التغافل هو خلق كريم يعني وخلق حسن. التغافل اللي هو أن الإنسان يبدأ يتغاضى عن الهفوات وعن الزلات وعن الأخطاء، بيتغاضى لأجل الود. يعني حتى قالوا كده تغافلوا لأجل الود، وأنا قلت قبل كده أن صالحين من الصالحين من العلماء الربانيين السلف الصالح كان بينهما يعني بعض المشاكل يعني أو المشكلات، فقابل أحدهما الآخر فقال الآن نتعاتب، قال لا بل اليوم نتغافر. ولذلك هم قالوا كده تغافلوا لأجل الود. والشاعر كان يقول لنا ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه من يتغابى. وأي إنسان فينا له هفوات وله زلات، وربما هذه الزلات تصل إلى حد خلينا نقول كبيرة من الكبائر، لكن هذه الكبائر بتغفر إذا تاب العبد لربه سبحانه تبارك وتعالى. إذن يتوب الله عز وجل إذا صلحت النية وإذا حسنت التوبة، يتوب الله على من تاب. والأدلة على ذلك يعني خلينا نقول متواردة ومتواترة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا في النهاية وأنتوا بتتعاملوا معانا، أو أنا كإنسان، أنا في النهاية بشر والمرأة بشر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم إيه؟ خطاء. يبقى إذن فيها فوات كثيرة جدا، وخير الخطائين الإيه؟ التوابون. وأي إنسان معرض للزلات ومعرض للهفوات، حتى قال الشاعر من الذي ما أساء قط ومن له الحسن فقط. هات لي واحد في الدنيا كده ملهوش ولا هفوة، مفيش. هات لي واحد كده في الدنيا لم يسئ، هتلاقي مفيش. وحتى الأمثال المصرية بتاعتنا يقول لك يا أخي ده ما كامل إلا مين؟ إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الشاعر بيقول إذا كنت في كل الأمور معاتبة لم تلقى صديقك الذي لا تعاتبه. لو أنت هتقف على كل واحدة كده مش هتلاقي إيه؟ مش هتلاقي خلاص صاحب بقى. تمام؟ لكن الإنسان أحيانا بيحتاج القوة في موطن الضعف، وبيحتاج ان الانسان احيانا كده يحتاج الحلم في موطن يكون فيه الغضب. ودايما يقولوا كده المؤمن يا استاذه بيطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. بين خاصه بقى لما نيجي نتكلم بيبقى على بين الزوجين، اي اسره محتاجين اللي هي تمشي لازم تعرفوا كده في البدايه ان في مشاكل، مشاكل هتقابلكم، مشاكل في فهم في سوء فهم الاخر، هتلاقي مش عارفين نفهم بعض، خاصة في أول سنة، تاني سنة، تالت سنة، رابع سنة، خامس سنة، لسه بنحاول إن احنا نفهم بعض.
هنلاقي في مشاكل بسبب الاولاد، هنلاقي في مشاكل بسبب المطبخ، هنلاقي في مشاكل. احنا كلنا ازواج وعارفين الكلام ده وفاهمين ده. طيب نعمل ايه؟ المؤمن بيطلب الايه؟ الزلات ولا المعازير؟ المعازير. لكن المنافق هو الذي يطلب الايه؟ هو الذي يطلب الزلات. وده كان خلق كريم من سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يحصل مشكله ما بينه وبين زوجاته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغافل. هو ليه يتغافل صلى الله عليه وسلم؟ لاجل الود، لان في النهايه انا بتعامل مع مين؟ انا بتعامل مع بشر. ولذلك سيدنا الامام شعيب بن حرب عليه رحمه الله لما اراد ان يتزوج ذهب لامراه، فهو بيقول لها وصف حاجه، بيقول لها كانه يختبرها مثلا، بيقول لها انا سيء الخلق. فقالت أسوأ منك خلقا من أحوجك إلى أن تكون سيء الخلق. خلاص، يعني أنا لو ألجأتك اللي أنت تكون لسيء الخلق تبقى إيه؟ تبقى يعني أنا اللي أسوأ منك. أنا ما طلعش الوحش اللي فيك لما طلعش الوحش وبعدين أتحملك. خاصة لما هتبقى تدوم العشرة. عشان كده سيدنا الإمام سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه بيقول لمراته كده، بيقول لها شوفي لما تلاقيني غضبان رضيني، ما تعرفيش على واحدة تقول لي لا أنت وأنت وأنت وأنت، وإذ رأيتك غضبا رضيتك وإلا لم نصطحب. ولذلك أم الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، طبعا الإمام أحمد له عبد الله وله صالح، أم صالح بقى، فبيقول أقامت أم صالح معي 20 سنة. كم سنة؟ 20 سنة. فبيقول فما اختلفت أنا وهي في كلمة قط إلا في مرة واحدة. ومن الإنصاف بيقول وكنت لها أظلم، يعني أنا اللي كنت ظالم لمين؟ لأم صالح. فإذا يا جماعة من الحقوق اللي هي حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج اللي هو ده، اللي هو التغافل. اللي هو يا جماعة تعالوا نتغاضى عن الهفوات لأجل الإيه؟ لأجل إدامة الود. طيب معانا تليفون ناخده ونرجع نكمل كلامنا. شيماء أهلا وسهلا. أهلا يا حبيبة قلبي، اتفضلي. الحمد لله، ازيك يا شيخ أحمد؟ الله يخليك يا رب يحفظك. الله يكرمك. لو سمحت سؤال، انا دلوقتي انا عندي ولد وبنت، كويس، 8 سنين و6 سنين. ساعات بصراحه بيضايقوني جدا، فمن كتر بيضايقوني ساعات بدعي عليهم، بس برجع مثلا ايه لما بهدى بقول ايه استغفر الله العظيم. لا بصي، هو صوت مش واضح، انت بتقولي بتدعي على ولادك؟ او ساعات مش دايما يعني لما بينرفزوني قوي يعني، بس برجع اقول ايه استغفر الله العظيم، يا رب ما تقبل مني، يا رب ما تقبل مني. انا عايز اعرف بس يعني ايه، يعني ممكن ربنا يخلي ليه شيماء بتوصلي نفسك للنقطه زي كده انك تدعي على ولادك؟ يعني حاجه صعبه قوي. يعني مش دعوات جامده، بس يعني ايه ارفع ايدك، مش عارفه ايه، حاجات كده يعني. طيب هو انا بس عاوز اوصل لحضرتك صوره ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على اولادكم، ده نهي. فما ينفعش حضرتك مثلا تقول لي حاجه مثلا ان انا امسك نفسي ازاي مثلا لما حاجه تحصل لي مثلا او منهم هو مثلاً هو أقول. هو شوفي حضرتك، هو انما الحلم بالتحلم. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان لما بيبقى غضبان، وكل انسان فيه صفه الغضب، يعني أيوة. كل انسان فينا صفه الغضب، منه اللي صفه الغضب بتبقى قليله قوي، ومنه اللي هي بتبقى متوسطه، ومنها اللي هو بتبقى عاليه قوي. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتدرب على في استراتيجيات كده لمساله الغضب. مين منا اللي هو يوفق فيها، ومنا اللي هو ما بيعرفش يوفق ايه يوفق فيها. سيدنا حذيفه رضي الله عنه كان ذرب اللسان، يعني كان لسانه، يعني انا مش عارف ينفع اقولها لا، بس هو كان حد اللسان. خلاص تمام. يعني كان شديد اللسان على ايه؟ على زوجه الكريم وعلى اهل بيته. فبيقول للنبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده، فبيقول انا خايف اللسان ده يدخل النار يا رسول الله. فقال النبي واين انت من الاستغفار؟ فانت لما تعملي ما تدعيش بقى، يعني ما تدعيش خالص على اولاد، حاولي امسكي لسانك، تستغفري بقى. يبقى هي دي نصيحه النبي، بدل لما تتنرفزي تستغفري. لا، وحاجه ثانيه اللي هو بدل ما انا لو دعيت ادعو له، يعني ما انا دعيت عليه ان شاء الله ادعو ايه؟ ادعو له. واخده بال حضرتك؟ ولذلك احنا ما ينفعش، لان ربما الدعاء ده يصادف. ايوه، ما حضرتك فاكر كان في مكالمه كده جت لنا برضو من فتره، ام اتصلت كانت بتسال بتقول برضو ان هي دعت على ابنها، واول ما دعت عليه وهو رايح المدرسه ومات. فاحنا مش عاوزين يا جماعه، فضلت ندمانه وكانت بتكلم الشيخ يعني تساله على كفاره او كذا. فيعني استغفري اول ما تتنرفزي منهم، قولي استغفر الله العظيم، قولي بدل ما تقولي له ربنا مثلا كذا، قولي ربنا يهديك، ربنا يهديك. ضد الدعاء على فلان الدعاء لفلان.
ايوه اللي بيها دعاء ليهم ربنا يهديك، يعني ربنا يهدي، ربنا يصلح حاله، ربنا يصلح حالك، ربنا يهديك، خلاص انت ضاق بيك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، حتى وانت متعصبه قولي استغفر الله العظيم، قولي له كده امشي من قدامي لا اضربك بالشبشب، يعني اعملي اي حاجه بس ما تدعيش، خدي شبشب واحدفيه بس، يعني اوعي ما تدعيش على اولادك حتى. لا يعني انا بقى يعني عارفه زي الانسان مثلا يجي يشتم مراته، يا بنتي كذا وابوك وامك، يا اخي انس خلاص مش قادر تمسك لسانك، قول لها اي حاجه لا تحاسب عليها، يعني اشتم اي شتمه لا تحاسب عليها. يعني ايه؟ روح قول لها اي حاجه، يعني روحي يا نجفه اي حاجه. فتيجي تقول لك ايه نجفه دي، انت بتشتمني قلت لي يا نجفه، قول لها ايوه انت اللي منوره حياتنا. يعني في النهايه لا تحاسب على الشتمه دي. أيوة طبعا. فخلينا اللي هو التعامل يكون بالصوره دي. ربنا يقدرك يا حبيبتي. كان دايما يقولوا لنا كده يجعل في بقك سكره وايدك جوهره. طبعا الامهات بتدعي كده يعني. ام حنين باب معايا بواب. ازيك يا استاذه؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ ممكن اسال الشيخ احمد في كام سؤال كده؟ طبعا اتفضلي يا فندم. انا اول سؤال، انا بتجيلي رؤيه في المنام يا استاذه دعاء، يعني لو نايمه الظهر نايمه العصر فبتجيلي رؤيه فبصحى بتتحقق معايا. يعني لما بتشوفي حاجه بعدها بتتحقق؟ اه يعني ممكن اصلا يوميات اليوم كله بشوفها وانا نايمه، بصحى كل حاجه بشوفها بلاقيها بتتحقق معايا. ماشي. والسؤال الثاني، انا لما باجي افك كرب حد يعني بيقولوا اللي بيفك كرب واحد في الدنيا ربنا بيفك كربه في الاخره. أكيد. فانا بحس اللي بفك كربه ده بحس ان هو بيقول كده قدام مثلا ان هو بيستغلني عشان عارف ان انا ايه مش هستحمل ان حد كده. لا مش فاهم الحته. يعني انت ان مثلا بتلاقي ان ممكن ناس يستغلوكي فيقولوا لك مثلا انا محتاج وهو مش محتاج. بحس. طب ما هو انت لازم يعني بتتحققي من الحاله قبل ما تبديها. بصي يا استاذه دعاء، انا يعني اللي في ايدي مش ليا الحمد لله. اللي في ايدك ايه؟ مش ليها. ماشي. يعني لما بشوف حد بيصعب عليا. طب يعني انت سؤالك ان لو انت لو حتى حصل كده هتاخدي ثوابه ولا لا؟ طيب السؤال الثالث، انا ممكن ببقى بصلي مثلا، انا عندي طفله عندها سنتين، بعلي صوتي مثلا او وانا بقرا القران مثلا بحيث اللي جنبي يعني ممكن يبقى صوتي واطي، ومره واحده اروح معليه صوتي في القران. ماشي. بس هو بيبقى عشان البنت بس مثلا هتقع تعمل حاجه فبعلي صوتي. يعني انت مثلا بتقري قران لما عايزه تنبهيها تروحي معليه الصوت. بعلي صوتي قوي. فبتسالي ده غلط ولا صح؟ غلط انك تعملي كده ولا لا؟ السؤال الرابع بقى. الرابع؟ انا جوزي بيديني مصروف شخصي. السؤال الرابع ايه؟ انا جوزي بيديني مصروف شخصي. فالمصروف ده ممكن مثلا احوش منه فلوس وانا اختي بتتجهز، فممكن اديها تجيب حاجات تجهزها، فهل هو بدون علمه؟ فهل ده حرام؟ وده مصروف ليكي انت. ده مصروف شخصي. طب استني نراجع كده الاسئله، خليكي معانا. اول سؤال الرؤى. دي الاجابات، الرؤى والكرب صح كده. والسؤال الثالث تعليه الصوت، تعليه الصوت والمصروف الشهري. خلاص ماشي. المصروف الشهري. ماشي حبيبي. اولا بالنسبه للرؤى فيعني ان شاء الله يكون ده هذا خير لك باذن الله تعالى، ادام هي بتتحقق الرؤى فاستعيني بالله وحاولي ان انت تتقربي من الله عز وجل، فهذا ان دل فانما يدل ان شاء الله على صلاح باذن الله. يعني الحاجة الثانية اللي هو قضية الكرب، شوفي أنت مخيرة بين أمرين، إذا كان الأمر ده من باب الصدقات التطوع مش من باب زكاة الفريضة، أنا بتكلم الآن عن صدقات التطوع اللي هي مش الفرض اللي واجب عليا اللي أنا أطلعه، صدقة التطوع أنت مخيرة، يا إما تسألي يعني تبدأي تعملي حالة استقصاء عن اللي جاي يسأل، يا إما تقولي كده كما قال بعض السلف إن خدعنا بالله إن خدعنا له، أدم مش هتأثر عليك في حاجة. والراجل لما تصدق تصدق على غني وعلى زانية، فقال الحمد لله على غني. طب ليه الحمد لله على غني؟ قال لي لعله عسى خلى عنده دم فيتصدق هو الايه؟ هو الاخر. يمكن المرأة الزانية دي خدت الصدقة دي فربما ان شاء الله يكون يعني سبب من اسباب العفة وهكذا يعني. فانت بين اما تبداي تبحثي وتشوفي ده يستحق ولا لا يستحق او بيضحكوا عليكي فتمتنعي وانت ده حقك، او تقولي من خدعنا بالله ان خدعنا ايه؟ ان خدعنا له، ولو فعلا هو عنده كربه وانت فكيت الكربه صدقيني ربنا بيفرج الكربات في الدنيا والاخره، مش في الاخره بس، ده في الدنيا وفين؟ وفي الاخره، لان يا جماعه صاحب المعروف كما قال بعض السلف لا يقع وان وقع لا ينكسر،
حتى قالوا كده وان وقع وجد متكئه، واخد بالها متكئه، فانت مخيره في المساله دي. حد من السلف كان بيقول كده ده بيضحكوا عليك، فقال ما يضحكوا ده بيخدعوك بالدين وبتاعه بالكده. قال من خدعنا بالله خدعنا له. خلاص، لكن لو هي زكاه مفروضه وجب عليها ان هي تبحث عن الفقير. ما ينفعش ان هي حد يجي يخدعها كده وتدي زي الناس اللي بيدوا اللي في الشوارع كده يقول لك زكاه المال. نقول لا يا جماعه، ده لابد من البحث عن الايه، عن الفقير والمسكين. الحاجه الثالثه اللي هو المصروف. كان في قبلها بتاعت لما بتعلي صوتها، ما هقول بتعلي صوتها، اصل دي سنه امهاتنا يعني. دي سنه هقولها دلوقتي. لكن حكايه المصروف ادام هو بيدولي خالص ليكي انت تتصرفي فيه كيفما شاء، فالمال اصبح ليكي تتصرفي فيه، انت حره بقى تدي لاختك. لكن لو هو فلوسه، هو فلوس مصروف البيت، فينفعش اللي انت تتصرفي، خاصه لما انت بتجهزي اختك او حاجه، الا بعد الايه، الاستئذان من الزوج، لان دي فلوسه في النهايه. لكن لو هو مديها لك كده تتصرفي كيفما شئتي، دي بتاعتك انت، فدي حقك انت، وعاوزه تجهزي ما تجهزيش، وان شاء الله لك الاجر والثواب. الحاجه بقى اللي هي الثالثه اللي احنا اخرناها دي سنه امهاتنا. لما كنا صغيرين كده وتيجي وانا بعمل حاجه ولا بتاع، امي تقول لي الحمد لله رب العالمين. خدت بالك؟ كل ما المشكله تزيد كل ما الصوت يعلى. طب هل ده مبطل للصلاه؟ لا، ليس مبطلا للايه؟ ليس مبطلا للصلاه. ومش مبطل للصلاه، لكن الجهر، دي مهمه جدا بقى، الجهر في الصلاه السريه فيما لا يجهر فيه، فيما يسر فيه مكروه، وفي والإصرار فيما يجهر فيه ما إيه؟ مكروه. خلاص؟ طيب يعني إيه مكروه؟ يعني مش مبطل للصلاة، بس وإن كان الأولى طرف. فأنا بعمل كده من أجل حاجة، من أجل خايف على ابني، لا دي بقى لا مكروه ولا حرام. يعني دي لا مكروه ولا إيه؟ ولا حرام. ابني هيقع مش عارف من كده، فأنا رحت وأنا بصلي رحت جاية واخداه، ما فيهاش مشكلة، ده بل واجب عليك. خلاص كده؟ حتى قال بعض اهل العلم لو انت بتصلي وشايف حريقه جنبك واخرج من الصلاه وروح ايه، روح طفيها. طب وهكذا. طيب نرجع بقى للتغافل بين الازواج. طيب يعني اولا انا عندي قصه وانا دايما اذكرها، لان القصه دي محببه الى قلبي جدا، واعتقد الى كل الساده المشاهدين، اللي هو سيدنا اي امراه عندها الغيره الشديده، يعني اي واحد يقول لك مراتي دي ما عندهاش غيره، قول له يعني ما خلاص، يبقى انتفت منها صفه من صفات معلش اللي ربنا وضع فيها في النساء بالذات، مش عايز اقول انه لكن على اي حال صفه كريمه موجوده. الغيره دي اما ان تكون مباح واما ان تكون غير مباح، يبقى في غير موضعها مثلا دي يعني. لكن الغيره محموده على كل حال عند المراه، اللي هي لا تؤدي الى ايه، اللي هي بحدود يعني، اللي هي بحدود وبضوابط، فدي حاجه. فالسيدة عائشة كلنا عارفين القصة دي، إن هو النبي عليه الصلاة والسلام عند السيدة عائشة، فدخل خادم للنبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه عسل من عند مين؟ من عند أمنا حفصة رضي الله عنها. حفصة دي مين؟ اللي هي بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فراح كسر السيدة عائشة، راح تمسك إيد النبي كده وضرب إيد النبي، فوقعت وقع الطبق ده على الأرض فانكسر قدام الصحابة الكرام رضي الله عنه. تغافل النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده، تغافل، وهنا موطن لا هيكون في غضب شديد. ولو علّى صوته ده حقه. طب. خلاص كده، ولو زعق لها برضه ده حقه، تمام، لأنها عملت مشكلة، ومشكلة كبيرة، وقدام الضيوف يعني، مش قدام أي حد يعني. خلاص، والنبي عليه الصلاة والسلام، وده العسل حتى عشان نفهم بس مضرب صورة التحريم، اللي هو أنت كده، فقال خلاص أنا حرمت العسل ده على نفسي ومش واكله تاني رضاء لمين؟ لأمنا عائشة رضي الله عنها. فنزلت الآيات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، واخد بالها يعني عشان كده. فلا، طب أعمل إيه في القسم لا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إلى آخر الإيه، إلى آخر الآيات. خلاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كده بص للصحابة الكرام عشان ما يظنوش ظن سوء في مين، أو سوء في أمنا عائشة. فقال غارت أمكم. وهنا الغارت، فتغافل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع من شأنها وقدرها عليه الصلاة والسلام، وقال خلي بالكوا إن دي أم مين؟ المؤمنين. أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضاها. فده مهم جدا. كذلك الأم، أصل أم المؤمنين ديها مواقف كتيرة مع النبي، هي ليها مواقف ليه؟ إن هي البنت الصغيرة، الزوجة الصغيرة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الزوجة اللي هي في النهاية أنت عارفة الشباب بيبقى فيه قوة وحيوية والغيرة شديدة وإلى آخره.
أنا دايما أسمي أمنا عائشة رضي الله عنها البرنسيسة، سيدة عائشة رضي الله عنها. ففي يوم من الأيام دخل أبو بكر الصديق على أمنا عائشة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو على النبي وعلى أمنا عائشة رضي الله عنها، وعائشة بنت النبي صلى الله عليه وآله، بنت سيدنا أبو بكر الصديق زوجه للنبي الكريم. فحصل بقى إيه، كان في مشاكل خلاص، فبتعلي صوتها، فراح إيه أبو بكر أبوها، أبوها مش النبي، بيرفع إيده عشان يلطم أمنا عائشة رضي الله عنها، فإذ بالنبي يحجزه صلى الله عليه وآله وسلم، مع إن كان فيه وكده. بتقول له إيه، شوف النبي يتغافل صلى الله عليه وسلم، أبدأ ولا تبدأ أنت؟ ها، فقالت له ابدأ أنت بس ما تقولش إلا الحق. ده بتقول لي مين؟ النبي. تقول للنبي أبو بكر راح رافع إيده كده، أنت إيه اللي بتعمليه ده؟ فالنبي حجزه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين لما خرج سيدنا أبو بكر زعلان مشي سيدنا أبو بكر، بدأوا يتسامروا بقى النبي والسيدة عائشة رضي الله عنها، بيقول لها كيف رأيتني أنقذتك من الرجل، شفت أنا عملت معك إيه؟ وبدأوا يضحكوا بتاع. بعد ثلاثة أيام أبو بكر كده داخل سمع الصوت ده بيضحكوا، قال لهم لا شوفوا بقى، دخلوني في السلم بتاعكم زي ما دخلتموني في الحرب بتاعكم خلاص. فقال النبي قد فعلنا أبا بكر، قد فعلنا، قد فعلنا. فسيدنا النبي سيرته عطرة صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي منهج حياة. وإحنا بنتعلم سيرة النبي بنتعلم السيرة ومن النبي كأنه زوج، والنبي هو الأب، والنبي هو الأخ، والنبي هو الكبير صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبا للصغير، وكان زوجا كريما صلى الله عليه وسلم، وكان أخا رحيما عليه الصلاة والسلام. فكان يحنو على الجميع صلى الله عليه وآله وسلم، لا يفرق بين شخص وآخر، وكل ذلك من حسن خلقه الكريم ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. أقسم ببارئ النسم وخالق الخلق من عدم، إن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجارى ولا يبارى، لم تعرف البشرية له نظيرا، ولا خطرت أوصافه في أذنين صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا الأمة بتاعته اللي المفروض نهتدي بهدي النبي، فأمته هي الأمة الأخيرة التي إن تنكبت طريقه هلكت وغرقت السفينة التي تحمل الخير كله، وحينها لا يرتجى نصر ولا كشف علة إذا جاء داء من مكان دوائي. إلى الماء يسعى من يغص برقه، فقل أين يسعى من يغص بمائي، ويكفي أنه رسول الله. عليه الصلاة والسلام. بارك عليك يا حبيبي رسول الله. معنا تليفون، مي أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا ماما. أهلا يا حبيبتي، اتفضلي. لو سمحتي كان عندي تفسير حلم كده عايزة أقوله. أختي حلمته يعني وأنا والدي متوفي بقاله شهرين دلوقتي. هو كان بيجي لأختي دي دايما في الحلم. الله يرحمه يا حبيبة قلبي. تسلمي، ربنا يبارك فيك. فقطع فجأة كده ما جالهاش، فحلمت بيه امبارح بالليل ان هو جالها، ان احنا ناشرين رز كتير، رز شعير كتير، وكل اخواتي بوالدي كلنا في الحلم معي. وحلمت ان التيشيرت بتاعه في شعر من شعرها لازق في البان، فشدت الشعر من التيشيرت و حاولت تشد اللبان من التيشيرت ما تشدش، وهو كان جاي لها زعلان جدا. احنا في مشاكل على ورث، يعني في مشاكل على يعني مع اخواتي على ورث وكده، فهو جاي لها في الحلم زعلان. وعايزه اعرف برضك هو الرز الكتير الشعير ده معناته ايه. ماشي يا حبيبه قلبي. حاجه تانية بسرعه بعد اذن حضرتك، يعني هو والدي ما بيجينيش في الحلم خالص نهائي، يعني ما اول مره كان يجيني في الحلم جاني برضك برؤية، أنا مش عارفة هي حلوة ولا وحشة، جايب لي عصاية عوجة، عصاية اللي هي المسنين بيمشوا عليها دي، جاي بيقول لي اديها لأختك الكبيرة وقولي لها إن هي أختي الكبيرة دي عندها السكر، قال لي قولي لها إن السكر هيقطع رجليها. فبقول له أديها لأختي ليه، أنا مامتي محتاجة، لأن مامتي برضك بتمشي على عصاية زي كده. فقال لي لا اديها لاختك دي وقولي لها باباكي، قولي لها ابوكي بيقول لك هتستندي عليها من بعده. طيب ماشي يا حبيبه قلبي. هو طبعا الشيخ احمد مش بيفسر احلام، لكن يعني النقطه ان هم عندهم مشاكل في الميراث، وكل شويه واحده فيهم يعني تحلم بباباها يعني انه زعلان او بيقول لها ادي لاختك يعني كذا. انا هقول يا جماعه خلي بالكم بس، احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا، ان الناس احيانا توقف حياتها كامله على مساله الرؤى، وراح اسال بقى فلان وفلان وفلان. تفسير الرؤى زي الفتوى،
تفسير الرؤى وتعبير الرؤى عامل زي الفتوى. من تجرأ على تفسير الرؤى دون علم حقيقي، لأن ده له أهله، أهله دول فين؟ معدودين جدا 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 في هذه الدنيا، خلاص؟ فمن تجرأ فهو آثم، خلاص؟ بدون علم فهو آثم. يقول لك ده أنا قرأت تفسير الأحلام لابن سيرين، ابن سيرين ما عندوش كتاب اسمه تفسير الأحلام. أمال ده اسمه إيه؟ اسمه هوكسيشن، يعني ده أي كلام فأي كلام. ما عندناش ابن سيرين عليه رحمة الله ملهوش كتاب يا جماعة اسمه تفسير الأحلام، خلاص كده؟ فعيب قوي كمان إن إحنا نبدأ نستغل الناس في قضية تفسير الإيه؟ تفسير الرؤية. على أي حال، إذا كانت الرؤية خير فنقول إن شاء الله خير، وإذا كانت فيها شر وما إلى ذلك فيعني اتفولي يعني يا سارك بعد ما تقوم من النوم كده، واستعيذي بالله فإنها من الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على أي حال لازم تقسموا الورث دي يا جماعة، هذا شر الله تبارك وتعالى. دي بقى نصيحة للكل، تقسيم الورث بطريقة شرعية. أنا بكفن الميت وقضاء الديون وتوزيع الورث، ما عودش سنتين ثلاثة عشان المشاكل، لا بالضبط، بس عشان هو يرتاح. صحيح، وإحنا نرتاح يعني، الواحد يرتاح ومثلا بابا أو مامته يرتاحوا والولاد يرتاحوا، هو كده الصح. طيب ربنا يكرمك يا شيخ احمد، بشكرك بشكرك في نهايه فقرتنا، شكرا ليك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. انا عايش في هالي هدفي واضح وعارف، انا عايش في هالي هدفي واضح والدنيا هي طريقي. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقره الخير اليوميه برعايه مؤسسه سقيا الماء، وضيفنا الداعيه الاسلامي دكتور صالح الشواف، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ، ربنا يحفظك يا رب العالمين ويحفظ الساده المشاهدين. آمين. اللهم امين. امين امين يا رب. احنا عايزين النهارده نتكلم عن الصدقه وفضل الصدقه، وطبعا احنا في ايام جميله وايام مباركه، وطبعا الصدقه زي ما دايما بنقول عمرها ما بتنقص من المال او من الفلوس ابدا، بل بالعكس هي بتبعت لنا رزق جديد وبتبارك في اللي موجود سبحان الله. الصدقة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أستاذ معاي، الصدقة هي طريق الفلاح وهي سبيل النجاح وهي طريق الفوز إلى مغفرة رب العالمين سبحانه جل وتعالى ورضوانه. فالله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فالصدقة تطهير للعبد، تطهير للعبد، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهناك في الجنة باب من أبواب الجنة الثمانية أستاذ دعاء، باب الصدقة، لا يدخل منه إلا المتصدقون، أولئك هم الذين كانوا يسارعون إلى كفالة الأيتام وعلاج المرضى وإلى مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين، أولئك هم يدخلون من باب في الجنة هو باب الصدقة، مخصص لهم لأنهم بذلوا لله وضحوا لله وقدموا لله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. ولذلك سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويعرفنا ويقول لنا: والصدقة برهان، كما في الحديث الصحيح: والصدقة برهان. يعني إيه والصدقة برهان؟ العلماء قالوا يعني برهان على إيمان صاحبها، إن هو بقى عنده دليل، يعني دليل على إيمانه، إن هو تيقن إن ما يخرجه من مال لله عز وجل يعود له أضعاف مضاعفة ولا ينقص من ماله. فمش هيعمل كده إلا إذا كان مؤمن صادق الإيمان، لأنه لو مش مؤمن صادق الإيمان لا، طب أنا فلوسي أزودها ما طلعش منها حاجة. لكن المؤمن إيمان حقيقي إذا تصدق يعلم أن الله سيخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ولذلك يا أستاذ دعاء كان هذا حال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من البذل والتضحية والعطاء لأجل الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. النبي في إحدى الغزوات دعا الناس للصدقة، فسيدنا عمر قال في هذا اليوم: لا يسبقني أبو بكر. النهاردة بقى أبو بكر مش هيسبقني، لأن أبو بكر دايما هو السابق للخيرات، المسارع إلى الطاعات، ما حدش بيسبقه من الصحابة. فسيدنا عمر قال: النهاردة بقى أنا هسبق أبو بكر. ماذا أنت صانع يا عمر؟ هتعمل إيه؟ قال: سأتصدق بنصف مالي. إذا حضرتك متخيلة يا أستاذ دعاء أن شخص بيضحي بنص اللي هو بيمتلكه، شخص عنده مليون جنيه مثلا فبيطلع نص مليون لله، والله العظيم ما هي سهلة طبعا، ومش أي حد يقدر عليها. يعني
يعني هذه لأصحاب المنازل العالية. طيب دي عايزة يقين عالي جدا بالله. فسيدنا عمر جاب نص ثروته وحطها قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي قال له ماذا أبقيت لعيالك يا عمر؟ سبت إيه لأهلك ولعيالك؟ قال أبقيت لهم نصف مالي يا رسول الله، أنا جبت ثروتي وقسمتها نصين، نصف لله ونصف لعيالي وأهلي. فسيدنا النبي فرح جدا بصنيع سيدنا عمر ودعا له بالخير والبركة. وهم قاعدين كده جه سيدنا أبو بكر وأتى بمال كثير ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ طب سبت إيه لأهلك؟ قال يا رسول الله أتيت بمالي كله، أنا جبت ثروتي كلها. قال وماذا أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله يا رسول الله. الله عز وجل هو الذي أعطاني هذا المال، والله عز وجل هو الذي رزقني هؤلاء العيال، فالذي أعطاني المال ورزقني العيال قادر أن يعطيني أكثر من هذا المال وأن يبارك لي في العيال وأن يكفيهم وأن يعينهم. ولذلك قال ربي وأصدق القول قول ربي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه يا رب؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فلو خايف على عيالك، بنسمع ده كتير، نفسي أمن مستقبل الأولاد، أنا خايف على مستقبل عيالي، فعاوز تأمن مستقبل عيالك وخايف عليهم، اتق الله عز وجل وشارك في الخير وساهم في الخير وبادر في الخير. وكان ده حال أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة والمسارعة إلى الخيرات. يا أستاذة دعاء، كان في اتنين من الصحابة يا أستاذة دعاء، أحدهم طفل يتيم اختلف مع جاري له على نخلة، فالاتنين راحوا يحتكموا لسيدنا النبي، وكانت النخلة من حق الرجل وليست من حق الطفل اليتيم. فالنبي قال للرجل اترك له النخلة ولك يعني نظيرها أو جزاءها نخلة في الجنة، سيب له النخلة دي وعشان هو يتيم فربنا هيكافئك بنخلة في الجنة، لأن النبي قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. يعني يا بخته اللي بيساعد يتيم أو بيعين يتيم أو بيعطي يتيم، أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. النبي قال اترك له النخلة بنخلة في الجنة. فيبدو أن الرجل كان في حالة من الانفعال أو الغضب فرفض أبى ذلك. فواقف في المشهد ده مين يا أستاذ دعاء؟ صحابي اسمه أبو الدحداح، سامع الحوار ده، قال يا رسول الله هذه النخلة بنخلة في الجنة؟ بقى النخلة دي قصادها نخلة في الجنة، بس ما أدراكم بقى ما نخل الجنة؟ إن الشجرة في الجنة لا يسير الراكب الجواد المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها، يفضل ماشي في ظل النخلة كده جنبها 100 سنة ما يجيبش آخر النخل، هذه نخلة واحدة في الجنة. فأبو الدحداح مدرك لهذه القضية أن نخلة في الجنة يعني فوز ما بعده فوز. فقال يا رسول نخلة بنخلة في الجنة؟ قال نعم يا أبو الدحداح. فقال للرجل يا هذا بعني هذه النخلة. طب ما تبيع لي النخلة دي. قال بكم تشتريها؟ قال أشتريها ببستاني كله. حضرتك تعرفي يا أستاذ دعاء بستان أبو الدحداح ده كان فيه كم نخلة؟ كان فيه 600 نخلة. 600 نخلة بنخلة واحدة؟ من أغنى بساتين المدينة. فالرجل مش مصدق إن هو قال يا أبو الدحداح بستان؟ قال نعم بستاني كله. وتمم البيع على هذا، واشترى أبو الدحداح هذه النخلة ببستانه كله، 600 نخلة. وبعدين رجع إلى أهله وإلى بيته لينادي على زوجته قائلا يا أم الدحداح اخرجي فقد بعنا البستان لله، فقد بعنا البستان لله. لكن كانت امرأة صالحة وكانت امرأة تقية، ما قالتلوش بقى ده انت ضيعتنا وضيعت مستقبلنا وضيعت ثروتنا وحد يعمل كده، إنما قالت له ربح البيع أبا الدحداح ليجيب عليهم المصطفى كم من عرق رداح مدلل لأبي الدحداح في الجنة. الله، ربنا يعني يكرم ويبارك كل حد بيطلع كده صدقة بحب وبيقين ويخلفه خيرا إن شاء الله ويجعلنا كده من المتصدقين. ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدين. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومكملين فقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. ودكتور صالح كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الصدقة. طيب ممكن حد يقول طيب أنا لو تصدقت، يعني لو طلعت صدقة أنا هستفيد إيه؟
يكفي يا استاذ دعاء ان الله يجزي المتصدقين، ان الله يجزي المتصدقين، جزاء المتصدق على الله عز وجل، ومن كان جزاؤه على الله رب العالمين فحقيق على الله ان يكرمه سبحانه جل وتعالى. كذلك ان الصدقه بتطفئ الخطيئه وتغفر الذنوب، وكلنا عندنا ذنوب ومعاصي وكلنا عندنا تقصير في حق الله عز وجل، فالصدقه وقايه وحمايه من هذه الذنوب والمعاصي تكفرها وتغفرها، لان الله عز وجل قال ان الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك الصدقة وقاية من النار وحماية من النار. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ستنا عائشة ويقول لها يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. أي حاجة بسيطة تقدمها لله عز وجل بس تبقى محتسب بها النية عند رب العالمين، الله يأجرك والله يكافئك والله يجازيك، استتري من النار ولو بشق تمرة. الصدقة يا أستاذة دعاء تداوي المرضى وتشفي المرضى. والنهاردة الناس كلها في رعب من الفيروسات المنتشرة والأمراض المنتشرة، نقول تصدقوا ففي الصدقة وقاية وحماية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. واللي بيجرب جزاء الصدقة وأجر الصدقة في الدنيا قبل الآخرة والله لا يستطيع الانقطاع عن الصدقة طبعا. ولا يستطيع ترك الصدقة. عشان كده احنا لما بندعو السادة المشاهدين للمساهمة والمشاركة معنا في أعمال مؤسسة سقيا الماء، هذه الأعمال المباركة، نقول أن هذا خير عظيم والله في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا ستر ووقاية وحماية وبركة في المال وبركة في العيال، ويعني حماية من الأمراض ووقاية من الأمراض وتطهير للمال وتطهير للنفس، كل ده في الدنيا. وفي الآخرة ينادى عليه أن يدخل الجنة من باب الصدقة ويغفر له رب العالمين خطاياه وذنوبه لأنه كان من المتصدقين في الدنيا. ولذلك اوعى تستقل اي حاجه بتشارك بيها لله عز وجل او بتساهم بيها لله عز وجل. لو ما تقدرش تساهم معانا بحفر بير البير عندنا في مؤسسه سقيا الماء من 25 ل 35 الف جنيه، انا بقول لك ساهم وشارك باللي تقدر عليه ولو ب 1000 جنيه بس هيبقى في ميزان حسناتك قدام رب العالمين سبحانه جل وتعالى. وسيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا ان الموضوع مش بالعدد، انما رب درهم سبق 1000 درهم. 1000 جنيه مطلعه لله صادق به النيه محتسب لرب العالمين سبحانه وتعالى وتعالى، ربما يسبق من يتصدق بمائة ألف جنيه لكن ليست لله أو لا يريد بها وجه الله عز وجل سبحانه جل وتعالى. والصدقة الجارية طبعا، الصدقة الجارية، وياريت إحنا نعمل لنفسنا صدقة جارية ما نستناش لما نموت وحد يعمل لنا، لأن ربنا قال لنا نكتبوا ما قدموا وآثارهم. سيدنا عثمان بن عفان لما أوقف وقفا كاملا لله عز وجل، أوقف بير والأرض اللي حوالين البير لغاية النهاردة بينفق منها على الفقراء والمساكين في المدينة المنورة في ميزان حسنات مين؟ في ميزان حسنات سيدنا عثمان. احنا عندنا فضل الله برضو يا أستاذ دعاء في مؤسسة سقيا الماء عندنا وقف النخيل، ثمن صك الوقف 4000 جنيه بفضل الله عز وجل، ده ثمن النخلة والأرض اللي بتزرع فيها، وبفضل الله ربنا أكرمنا إن احنا بنشتري الأرض اللي احنا عاملين فيها الوقف حتى تكون هذه الأرض وقف لله مدى الحياة. ما بقيت الدنيا هذه الأرض لله رب العالمين موقوفة لله، ما يخرج منها وريعها وثمرها وما يخرج منها من مال ينفق في سبيل رب العالمين سبحانه، يبقى في ميزان حسنات كل اللي شارك في الوقف ده وكل اللي ساهم في الوقف ده. جميل. اللي ساهم معانا بشراء فدان في الأرض أو بشراء وقف صك نخلة ولو نخلة واحدة أو ساهم معانا بأي عمل من الأعمال حتى من العمال اللي بيشاركوا معانا في الأرض، كل هذا يكون في ميزان حسنات من يشارك في هذا العمل طبعا. يوم القيامة وعشمانين إن إحنا ينادى علينا يوم القيامة جميعا أن يدخلوا الجنة من باب الصدقة وأن الله يجزي المتصدقين. والله رب العالمين أسأل أن يجعلنا يا رب عونا للخلق وخداما للخلق ومفاتيح رحمة للخلق وأبواب رحمة للخلق. فضل الله إحنا يعني كل فترة فضل الله كل شبه كل أسبوع أو أسبوعين بنروح محافظة مختلفة عشان نستلم إنجازات من الإنجازات اللي بتقوم بها مؤسسة سقيا الماء. إن شاء الله إحنا يعني مسافرين بكرة على مطروح بفضل الله، وحضرتك هتكوني معانا إن شاء الله أستاذ دعاء تنورينا. إن شاء الله يعني هنستلم مجموعة كبيرة جدا من الأبار بفضل الله في مطروح التي تم إنجازها بفضل الله ثم بفضل جهود السادة شركاء النجاح معنا الذين يساهمون ويتبرعون مع مؤسسة سقيا الماء. عندنا البير الروماني ده من أكبر الأبار في مطروح بفضل الله تم إنجاز العمل فيه بفضل الله، وهنستلم إن شاء الله عز وجل في هذه الرحلة أبواب خير وأبواب بر وأبواب رحمة. يعني نوجه النداء إلى كل من يحب عمل الخير ألا تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم وكن شريكا للنجاح معنا.
ربنا يكرمك وربنا يكرمكم في المؤسسة ويتقبل منكم وكل واحد بيساعد في الخير. وأسيبكم مشاهدينا مع تقرير خير من تقارير وإنجازات مؤسسة سقيا الماء والأقصر، وتقرير عمليات العيون، وأول 56 عملية اتعملوا في اليوم ده من الألف عملية اللي هدفها عاوزين نكمل يعني الهدف بتاع المؤسسة ألف عملية إن شاء الله. احنا مترجتين ده إن شاء الله عز وجل بفضل الله، ثم بفضل يعني مساهمات الشركاء النجاح معنا بفضل رب العالمين إن شاء الله. والعملية بتتكلف 5000. نعم، العملية الواحدة بتتكلف 5000 جنيه، وربنا يتقبل من الجميع ويشفي كل مرضانا. ونشوف التقرير مع بعض. في المستشفى في الأقصر علشان شفت بنفسي عمليات العيون. ربنا يكرمكم النهارده 50 عملية صح كده؟ ربنا يبارك فيك. طبعا نورتينا، واحنا بس بنحب نطمن السادة المشاهدين ان اي ازمة يعني اي حد في مصر يعيشها او يعاني منها، احنا ان شاء الله كمؤسسة مؤسسة سقيا الماء هنكون موجودين. وهنا النهارده ان شاء الله في مستشفى الندى هنا في الاقصر تقريبا 50 عمليه باذن الله هيتم عملهم والانتهاء منهم، غير ان احنا ان شاء الله عندنا في قائمه الانتظار ما يقرب من 1000 عمليه غير ال 50. احنا بس حبينا نطمن الساده المشاهدين احنا بدانا بال 50 ومعانا اساتذه كبار واستشاريين متخصصين وكلها عمليات عيون. دي عمليات عيون بيضاء. ميه بيضاء. عمليه ميه بيضاء. والمكان برضو كنا حاصلين ان اختار مكان زي ما احنا شايفين كده مكان كويس، علشان برضو اللي احنا حابينه لنفسنا احنا حابين نعمله لغيرنا ولابائنا ولامهاتنا. ربنا يا رب يشفي الناس كلها ويعافيها ويطمنا جميعا على صحتنا. ربنا يكرمكم. انا طبعا دخلت وشفت بعض الحالات وزي ان هم يعني مبسوطين ومستنيين بقى دلوقتي الدور بتاعهم وبيتجهزوا للعمليه، فربنا يكرمكم على الفرحه اللي هم فيها دي ان شاء الله. والناس ما شاء الله مبسوطه ومتفاعله ومتعاونه، وباذن الله باذن الله بدايه تبع مبادره حياتي اللي عملتها مؤسسه سقيا الماء، ودي الانطلاقه النهارده. وان شاء الله مكملين ان احنا باذن الله في اقرب وقت نحاول نخلص الالف عمليه، ولو ظهر غير الالف ان شاء الله هنعمل وهنعمل مش هنتاخر عن اي حد باذن الله. دلوقتي معانا ميس حيات احدى فنيات التمريض في المستشفى، عايزين انطباع حضرتك عن العدد ده او عن المبادره الجميله اللي عملتها مؤسسه سقيا الماء. لا هو بصراحة أول مرة العدد ده يعني يتعمل هنا في المستشفى. وبالنسبة لي أنا العدد أنا كنت شايفة أنه هو كبير ما شاء الله، يعني دي حاجة جميلة جدا وأول مرة تحصل يعني. طب إيه رأيك لو قلت لك إن إحنا نعمل إن شاء الله 1000 عملية؟ إن شاء الله أتوقع طبعا. ربنا يبارك فيك، ربنا يجزيك خير. الأستاذ مصطفى رضا اليوتيوبر الكبير صاحب الدعابة والنكتة والفكاهة والضحكة في الصعيد وفي مصرنا الحبيبة. مرحبا يا أستاذ مصطفى. الله يخليك يا دكتور أحمد، والله ده شرف كبير لمصر وشرف كبير للصعيد. مؤسسة سقيا الماء بمبادرة حياتي دي حاجة كويسة جدا ومشرفة. لازم دائما إحنا وأبدا ننقل، ما ننقلش السلبيات بس نحطها في المجتمع بتاعنا، لازم ننقل الإيجابيات اللي هي زي المبادرة الجميلة دي النهاردة اللي هي مشرفة لجمهورية مصر العربية. زي اللي احنا شايفين النهاردة بسم الله ما شاء الله 55 حالة حصرتوا عليها عملية مية بيضة، يعني حاجة مشرفة جدا وحاجة يعني لازم احنا نقول للمجتمع بتاعنا اللي هي الحاجة اللي تفيد المجتمع بتاعنا. دكتور أحمد يعني ما نقولش السلبيات، يعني ندور على الحاجات السلبيات اللي هي مش مذكورة خالص نطلع بيها مصر حاجة مش كويسة. لا احنا شوف ده في خير في مصر خير، يعني شوف المؤسسة بسم الله ما شاء الله بدأت فتحة خير حلوة جدا النهاردة أول يوم 55 عملية. لا شك انه عمل طيب وجهد مشكور وخير بتقدمه مبادرة حياتي والمتمثل في مؤسسة سقيا الماء. أدي انطباعات الناس في الصعيد، الناس بتنقل الحدث وبتتكلم وبتعبر وبتقول انطباعها اللي احنا كلنا حاسينه ان دي فعلا حاجة جميلة وحاجة مشرفة. لله الحمد وله الفضل والمنة، بعد يوم شاق وبعد تواجدنا هنا في مستشفى الندى في الأقصر الحمد لله، يعني لسه كنا بنسأل الدكاترة
كم عملية تم الانتهاء منهم وإجراهم؟ حوالي 30 عملية حد دلوقتي. الساعة كام؟ 5:30 المغرب. فالحمد لله رب العالمين، إن شاء الله هنكمل الألف في الأيام القادمة وفي الشهور القادمة بإذن الله مع مؤسسة سقيا الماء. بنشكر مبادرة حياتي وبنشكر المؤسسة إن هي تعاونت مع الناس هنا في الصعيد، وبإذن الله مكملين. حطوا يدكم في مؤسسة سقيا الماء، دايما هتلاقوا خير ودايما هتلاقوا سعادة، وهنساعد الناس تبقى حياتها كويسة وتبقى صحتها أجمل وأجمل ما دمنا مع مبادرة حياتي ومؤسسة سقيا الماء. نشوفكم يا رب دايما على خير، في صحة وفي سعادة وفي أمان وفي عافية، اللهم آمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.